بالتوازي مع هذا القرار الحقيقة خليني أخد معانا أيضا على التليفون سيادة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. أهلا أهلا أهلا. اهلا اهلا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك سيادة النائب، عامل ايه؟ كله الله تمام؟ يخليك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله ماشي. سيادة النائب، الحمد هذه لله. الافراجات التي تاتي او هذه القرارات التي تاتي من فخامه الرئيس على خلفيه لجنه العفو الرئاسي، الى اي مدى بتجدوها داعمه لملف حقوق الانسان المصري، خصوصا عند لقاءاتكم مع نواب مثلا من اوروبا او من اي دوله من دول العالم؟ بتجدوا ان هذه الاجراءات داعمه الى اي مدى لملفكم؟ هناك طبعا شق داخلي وشق خارجي. الشق الداخلي وهو الهام في هذه الحاله ان ما يحدث في مصر الان تماما كما يحدث اعاده تحديث ضبط المصنع للتليفون. احنا دخلنا في ثورتين 2011 2013، واجهنا تحديات اقتصاديه، واجهنا تحديات سياسيه، واجهنا تحديات امنيه، واجهنا حاجات كتير، ومن ثم تبخض عن هذا اطلاق الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان في سبتمبر 21، وبالتالي مع بالتوازي مع اركان هذه الاستراتيجيه تم اعاده تفعيل لجنه العفو الرئاسي. يمكن كان الزميل محمد عبد العزيز كان بيتحدث عن اعاده تفعيل هذه اللجنه والدور اللي قامت بيه خلال العام ونص الماضيين اللي نتج عنهم إخلاء سبيل أو إصدار قرارات عفو رئاسي عن ما يقرب من قرابة 1500 سجين. قرارات العفو هنا لابد من التوضيح. إخلاء السبيل هو نتاج إلى إخلاء سبيل متهم على ذمة قضية، أو العفو الرئاسي وهو سجين يقضي أو يمضي مدة العقوبة الخاصة بها، وبالتالي يتم رفع هذه الأسماء إلى السيد الرئيس بإصدار أوامر العفو. هذا لا يعني أن هذا السجين الذي صدر بشأن قرار عفو أنه لم يرتكب غلط، لكن ارتكب الخطأ ولكن نال جزائه، ومن ثم رأينا أو طرأت لدى الإرادة السياسية أن يعني المدة التي يعني استنفذها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل كافية على إعادة دمج هذا المواطن مرة أخرى في المجتمع المصري. قبل أن يخرج طبعا بيحصل معاهم جلسات نقاشية وحوارية وإعادة تأهيل لهذا المواطن زي ما ذكرت، لإعادة دمجه مرة أخرى في المجتمع، توضيح الرؤى والآراء، توضيح ما يحدث على أرض مصر في شتى المجالات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. ومن ثم بيبقى طبعا يعني إعادة دمجه مرة أخرى في المجتمع ده أمر هام جدا جدا جدا، ويمكن الاستفادة من آراء هؤلاء الشطاء أو يعني العاملين بمجال حقوق الإنسان بشكل عام. طب سيادة النائب، يعني تشوف أيضا برضو إلى أي مدى ما تقوم به لجنة العفو وما تقوم به لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أنه داعم لسياسة مصر الخارجية وعلاقتها بالدول الكبيرة أو عواصم القرار؟ مما لا شك فيه طبعا اللي بيحصل النهاردة على أرض مصر خفف ضغوط كثيرة جدا كنا نواجهها في الخارج. يعني على سبيل المثال لو حصل كنا لسه في رحله الى بروكسل عاصمه الاتحاد الاوروبي، يمكن تصادف اصدار رئاسي عن اثنين من النشطاء وهم باتريك زكي ومحمد باقر اللي لاقى قبول كبير جدا لدى الاطراف في الاتحاد الاوروبي، ويمكن ده تمخض عنه اصدار بيان من قبل المفوض الخاص بحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي يوم إصدار العفو قرار العفو عن السجناء الذين تم الإفراج عنهم. يمكن الليستة أو القائمة اللي تم إصدارها اليوم يعني هنجني ثمارها خارجيا خلال الفترة القادمة أو من خلال الزيارات المتبادلة سواء مع دول الاتحاد الأوروبي أو الكونغرس الأمريكي أو أي دولة أخرى
يعني تتحدث أو تتناول هذا الملف بشكل خاص. عظيم، أنا بشكرك جدا سيادة النائب، إلى أن نلتقي في البرنامج مش بالضرورة في المجلس.